يجب تقدم الاشتراكيه تحضيرا لمؤتمره العاشر. نظم هذا المنتدى ضمن سلسله منتديات النقاش حول وثيقته السياسيه، والذي هم يعني قطاع الصحه وبرنامج الحزب وبرنامج القطاع على فيما يخص يعني السنوات القادمه على المدى المتوسط. كانت هناك فرصه لعرض اولا المكتسبات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضيه، ولكن كذلك للتعرف على الاكراهات والعراقيل التي يعني لم تساعد على الوصول الى خدمه صحيه شامله. هناك مؤشرات فيما يخص الولوج الى الخدمات الصحيه، فيما يخص الولوج الى المستشفيات، الى يعني لي كونسلطاسيون المستشارات الطبيه، كتبقى مؤشرات مقارنه مع دول مشابهه منخفضه مهما كل ما قمنا به. ولذلك نحتاج اليوم الى حكامه جديده لهذا القطاع. المساله اساسيه ان نعتمد على يعني كل مكونات ديال المنظومه من قطاع عمومي بالاساس، ولكن كذلك قطاع خاص وقطاع القطاع الغير ربحي الذي كذلك اصبح يتطور من خلال منظمات ديال المجتمع المدني اللي كتشتغل في هذا المجال. مساله تمويل ديال المنظومه من خلال الوصول الى تغطيه صحيه شامله، هذا هو السبيل في ضمان الانصاف والحق ديال المواطن في الولوج. كل مواطن له الحق، ولكن مسألة التمويل الأساسية باش نطور المنظومة أكثر. مسألة ندرة الموارد البشرية كتطرح نفسها، هناك يعني مجموعة ديال الحلول. أولا يعني التكثيف من ما يتعلق بالتكوين، التكوين في جميع بالنسبة لكل التخصصات وكل الإطارات الصحية، من أطباء، من ممرضين، من تقنيين، من إداريين. تعزيز هذه المنظومة التكوينية أساسي، ولكن كذلك الانفتاح على أنماط جديدة للتشغيل عبر العقود، التعامل مع المتقاعدين، تعبئة الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين في المستشفيات الجامعية لكي يساهموا في المنظومة على المستوى الترابي في المراكز الصحية وفي المستشفيات ديال القرب كذلك. وهذا غيتأتى من خلال يعني دمج المنظومة، يعني خلق جسور ديال العمل ما بين المستشفيات الجامعية بين الجامعات وما بين المؤسسات الشفائية كانت محلية أو ديال القرب، وكذلك المراكز الصحية ديال يعني الأولية.